السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف تي في، معكم على المباشر يعني من قلب مدينة ميدلت. وكما قريتوا في العنوان أنه يعني صرخة أصحاب يعني مطاعم ومقاهي أنهم يعني فجأة كيتفاجئوا بواحد اللجنة قررت أنها تغلق لهم يعني المحلات ديالهم في آن واحد. وأنتم كما كتشوفوا معنا في الصورة يعني عدة محلات جاهم قرار ديال الإغلاق يعني بامر من السلطات المحليه، وحنا غادي ننقل لكم يعني الصوت والصوره من عند ارباب هذه المطاعم هذه باش انهم يوضحوا لكم يعني ما يتعلق بهذا الامر هذا ويعطيو اضاحات يعني للراي العام. وغادي ننقلوا يعني الصوت والصوره من عند اول متدخل. السلام عليكم محمد. السلام عليكم سي، راك معنا الاخ الرابور ديالنا. الرابور ما بقاش الرابور في هذه الحاله. مرحبا سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي. شنو كان الراي العام يعني التدخل اللي كان يعني فجائي بالنسبه لكم؟ نعم. قرار الاغلاق بدون نعم. سابق انذار. نعم. الناس دابا والراي العام كيتسنى منكم يعني شروحات، كيفاش تلقيتوا يعني هذا الخبر هذا ديال الاغلاق، وكيفاش هذا المشكل اللي عنده واحد الوقع يعني وكما تنقولوا سلبي على الناس اللي خدامين في هذه المطاعم هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي محمد الشناوي، مستخدم في مطعم الاسكال. الخبر ديال اللي تلقيناه البارح، حنا سمعنا البارح من الليل، حنا عرفنا هذا الخبر هذا. تسرب ولا ما تسربش، فيه السريه ولا ما فيهش، ما تلقينا الخبر درا غادي نسدو، غادي تسدو ثلاثه د المطاعم. صبحنا الصباح ما غاديش نحلو، لان غادي نحلو غادي يسدو لينا وسط والكليان كاينين والزبائن كاينين. لقينا هذا الخبر وتقبلناه بروح رياضيه، كما تقبلنا 3 شهور ديال الحجر الصحي غادي نتقبلوا حتى هاد الايام. داكشي اللي بغاو يكون فيها وداكشي اللي قسم الله، الا انه كنتاسفوا بزاف على هذا القرار اللي جا صدفه تام وجا فجاه تام بدون حتى هاد القرار ديال الاغلاق. خصو يكون عنده انذارات، والانذارات كل مره كيجي عندنا السيد القائد تيقول لنا هادشي زوين تبارك الله، شي زوين تبارك الله، وعندنا الناس ديال ديرهم هادشي زوين تبارك الله، يوميا كيقول لنا هادشي زوين تبارك الله. حنا الطابيه كتكون عندنا وعندنا درجه لتحت، هذا هو الاشكال اللي لقاوها في الجنب ما كايناش. والمعقم كيكون برا هنايا، برا كيكون هنا برا مع واحد الطبله بيضاء ومعقم بيض، ما قدر ما يبان لهمش. لداخل الملصقات ما عندناش الملصقات، ما عندناش الملصقات حقيقه، ما عندناش الملصقات. الكوزينه مطاعم من هذا النوع هادو، كنتاسف كنشوف مطاعم في مدن اخرى، مدن كبيره ما عندهاش هاد المعايير اللي عندنا حنا هنايا. وهاد المطاعم مفخره لمدينه ميدلت، مفخره للمسؤولين ديال ميدلت، مفخره لولاد ميدلت. والحمد لله هادشي ما خصناش نوقفوا الاستثمار ونوقفوا شحال من حاجه، بالعكس خصنا نشجعوا الاستثمار، نشجعوا بزاف د الحوايج. حنا ماشي لقينا هاد القرار انه راه صدمنا ولا شي حاجه، حنا مولفين، حنا كنا موجود غنسدو. عندنا الفاتورات ديال الكهرباء فيها 6 الفاتورات، راه لو كان اللي كيقطعوا الضوء غيقطعوه، لو كان عندنا الفاتورات ديال الماء لو كان غيقطعوه لي فورنيسور. حنا نعطيوكم لا 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 حنا الفاسيليتي اللي تعطيها لنا الدوله باش غير نديماريو، غير باش نقلعوا، راه ما تكفيناش 30 مليون باش نعاودوا نقلعوا. وفي هذا النهار هذا المباركه حنا عاوتاني الخبر ديال الاغلاق جا شي شويه الاخوان، جا شي شويه قاصح بزاف. يعني المستخدمين كما كتعرفوا راه نقصنا المستخدمين، وعيب وعار نقصوا المستخدمين. بقاو عندنا شحال المستخدمين والو، غير المزوجين قلنا اللهم نشدوا هاد الناس المزوجين. هاد العبد المودب اللي تيهضر معاكم عمليه على القلب، فهمتي؟ منين غادي نجيب هاد الصوائر هادو؟ منين؟ عمليه جديده ما كاملش العام. القلب المفتوح، القلب المفتوح سيادات المسؤول، الله يجعل سيدي ربي يحل القلب ديالك ان شاء الله، وتشوف هاد الحاله ديالنا وتشوف هاد الامور هادي وهاد الاوضاع فين غاديه. واش حنا دابا فين غادي نجيبوا هاد الصوائر هادو؟ وهاد لي فورنيسور، هاد الناس اللي ممولين ديالنا اللي كل واحد عنده شي كان معلقين شحال هادي، وعندنا البيانات اللي كتبت هاد الشيء هادي، وعندنا هاد الشيء. كنتمناو وكنطلبوا من سيد العامل المحترم انه هاد اللجنه هاديه، هاد اللجنه اللي دازت قرار نعم هو كيمضي عليه فعلا. بغينا حتى حنا نشوفوا المسؤول ديالنا سيد العامل، بغينا هو بنفسه يدوز عندنا ويشوف هاد المحلات ديالنا بدا يدوزهم واحد واحد، ويشوف واش كيشرفوا هاد المحلات ديالنا ولا ما تيشرفوش. هو بوحدو اللي كان، ماشي كنطلبوا واحد ما نقدرش نوضح اكثر، شي حوايج
اللي شحال من واحد كيعرفها، بغينا هو براسو يجي يشوف. وما هاد الناس هادو زعما هاد الناس السلطه، هاد القائد المقاطعه الاولى والقائد المقاطعه الثانيه مشكورين 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 بزاف. للاسف حنا عندنا الاشكال في الناس اللي المسؤولين الامه ديالنا اللي انتخبناهم وما كيقدروش يعطيونا على الاقل على الاقل ما كيقدروش يعطيونا على الاقل توضيحات في هذا الشان. هذا ها شنو غيكون عندكم، ها شنو كاين. ثم راه كاداره كتنوب علينا وهي الوصيه ديالنا، كتعطيونا عطيونا شنو كيوقع، شنو كيوقع واش غادي يكون، باش حتى حنا نديروا الاحتياطات ديالنا. حنا راه قلتوا لنا ما عمرنا هضر على الملصقات، هاد الملصقات ما عمرني شفتهم حتى في المدينه. تعشيت في 12 ونص الليل في مكناس زين، ما كاينش هادشي كامل، وهادشي كيشرف البلاد الله اعلم. وحتى الا كان ما كيشرفش حنا راه مستعدين وسهله وسهله، وراه حنا سادين. ما راه داك النهار اللي جنا له كان اللي وضحات لينا بزاف وعرفنا فيها، غير بان لانه غيسدوا لينا كل سدينا داك النهار. حنا موجودين غير كتقول اللهم هاد الوجوه هادو اللي عندهم عائلاتهم يخدموا وشويه الصوائر صافي. حنا راه ما بقيناش كنديو ما ناكلو، حنا غير ياكلوه الناس اللي هما خدامين، وهذا الشيء اللي كاين. والاخوان كنعاودوا نطلبوا كنطلبوا الملتمس السيد العام عامل صاحب الجلاله عليه اقليم ميدلت يشوف الحاله ديالنا ويشوف هاد الاوضاع. وكنشوف كنشوف غادي نقول اليوم بان جات واحد الصاعقه، الصاعقه ديال اربعه المحلات تسدوا تسدوا دقه واحده في ربع ساعه، تسدوا اربعه المحلات، اربعه المحلات كنقول الله اعلم. عيب وعار، عيب وعار اربعه المحلات دقه واحده في بلاصه واحده. لو كان اللي غير حتى مفرقين ولا شي حاجه، يعني هاد الناس هادو الا كاين فعلا هاد المطبخ ما زوينش وكاين هادشي ما زوينش، يعني حنا الناس اللي حالين شحال هادي 20 سنه اش كانوا كيديروا؟ كانوا كيوكلوا الناس الحاجه الخايبه؟ كانوا موسخين؟ كانوا معفونين؟ حتى اليوم لا لا. كنطلب من السيد العام اللجنة كاين هادشي ما كاينش. اولا النقاء والنظافه كاينه، وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي بالنسبه للمطاعم اللي كناكل فيهم في ميدلت. كنهضر على ميدلت وكاين مدن وكاين ميدلت، راه اش غنقول لك الاطلس كلشي بارد، كلشي كلشي هو هذاك. وعيب وعار اننا نلقاو نطيحوا في هذا الاشكال هذا. ولا شفتوا المحل، ولا شفتوا المحل، محل جديد كيحترم المعايير من الاصل، من الاصل من الاصل كان كيحترم المعايير. كانوا كيجيو مسؤولين كيدوزوا في الاصلاح، كانوا كيشجعونا، كانوا كيشجعونا وكيقولوا لنا تحيه الى مستعدين لشي حاجه ولا تحتاجونا في شي حاجه كمسؤولين احنا معاكم. هاد المسؤولين ديال ميدلت احنا معاكم ومرحبا. وهذا الاستثمار كيشرفنا، كيشرفنا بزاف وكيشرف مدينه ميدلت. الا انه ما كاين اشكال، حتى الا كانت حتى الا كان هذا القرار فعلا بهذه التدابير الصحيه كاين شي اخطاء بسيطه ديالنا مستعدين ليها، وماشي مشكل نتحملوا مسؤوليتها ونتمنوا ان شاء الله ترجع الامور لمجاريها. وراه ارباب السيارات الاجره هما براسهم تيخدموا معنا، النقل النقل ديال الاشخاص اللي كيجيو ياكلوا هنا، الموظفين ديال 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 ديال, ديال هذه الاداره اللي قريبه لنا يوميا كيجيو لهنا، المواطنين اللي كيجيو من ربوع ربوع الاقليم، من الريش، من هذو اللي كيجيو للمديريه ديال المديريه ديال ديال المديريه هنايا كيجيو كياكلوا عندنا هنايا. وهاد المحلات متضررين فعلا، متضررين جدا جدا فهاد من هاد من هاد من هاد الجائحه. وزادت هاد القرار اللي هو جاي شويه صاعقه، قرار نيت صاعق، قرار صاعق غادي تسد، واخا تسد يومين واخا تسد ثلاث ايام تسد شهر. الا انه كنتمناو ان شاء الله من 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 السيد العام المحترم انه الاستعطاف ديالنا، الطلب ديال الاستعطاف ديالنا يسمع لنا ويتصنت لنا، ونتمنوا ان شاء الله الطلب ديالنا يكون خفيف خفيف الظل ان شاء الله، ويقبل لنا هذا الملتمس هذا ان شاء الله، ونرجع الحركه الى ما هي الى ما الى ما كانت عليه، ولو باقل الخسائر. واخا كوفيد الانسان راه الحاله هي هذه. وشكرا لكم، وكما قلنا ان الاخوان ديال شوف تي في كنشكرهم كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم، انه سمعوا الخبر وجاو. حنا كنا مازال ما عارفينش، جاو الاخوان وقفوا علينا، وقفت تاس شوف تي في اشنو عندكم اشنو عندنا اشنو عندنا، وحنا تنهضروا في داكشي اللي واقع. وكنتمناو مجددا وكنتعاودوا نطلبوها ونطلبوها للمره الالف، نرجو من سعاده عامل الاقليم ان شاء الله ياخذ هذا الطلب ديالنا بعين الاعتبار ويشوف الحاله ديالنا. انا كنهضر كواحد الانسان مستخدم في هذا المحل ومضرور، والصدر ديالي محلول، الصدر مفتوح، يعني عمليه جديده ما دايرش عليها العام،
وحتى انا شكون اللي خرجني وما غنمشي نعس في الدار؟ الحاله الماديه اللي خرجتني وما غنبقى نعس انا في الدار، انا غادي نعس ما خصنيش انا راه خصني مازال في واحد اسميتو واحد الايام اللي هي خصني نرتاح فيها، وانا جاي خصني نوقف على هذا الشيء هذا. يعني خصني حتى انا العمليه الاخوان راه ما صالحش وما نوريها لكم في الشارع. فين غادي انا اللي خرجت من هنايا ولا مشيت من هنا سديت ها فين هاد لاسينيسيس نديكلاريوها؟ كي غادي ندير ديكلاريوها؟ كي غادي نسير نستافد؟ كي غادي نستافد غير من هاد الدواء اللي تيخرج يوميا؟ واحد الانسان اللي دائما كيهز الدواء ديالو في جيبو، فهمتي، كيهز الدواء ديالو في جيبو، هذا عيب وعار. او كي غادي نجيب انا هاد الشيء هذا فين؟ فهمتي، عيب وعار. ونتمنوا ان شاء الله الانسان يتلقى هذا الطلب ديالنا، واحد الاستعطاف، واحد القبول، واحد الاستعطاف ديالنا، واحد القبول من عند عامل صاحب الجلاله والمسؤولين ديالنا، وتنشكرهم على هذه المجهودات اللي كيديروا في المحاربه ديال هذا الوباء الكورونا. والحمد لله على ان المدينه ديالنا وصلت لواحد الحاله ديال الارقام الحمد لله مشرفه، ديال انه كورونا ما بقتش عندنا بزاف، وكان الحمد لله ونشكروه. والجهه وحنا كنتبعوا الاخبار، الجهه ديالنا راه الحمد لله بعيده غنيه على التعريف، انه راه هاد الكورونا راه بعدت علينا وبارقام خفيفه، ونتمنوا ان شاء الله الله يبعد علينا هاد البلاء، وان شاء الله حتى التلقيح هذا حنا مستعدين ليه. وكنتمنى انا الوحيد اللي مستعد ندير هاد التلقيح الاول في ميدلت، انا المتطوع اللي وقت ما تلونس هاد التلقيح نديرو انا الاول. ومرحبا للقرارات ديال العماله، وعاش الملك، وكنشكروا الجميع، وكنتمنوا لصاحب الجلاله الصحه والعافيه ان شاء الله، والله يوفق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه قلت لي اول واحد متطوع انك تقدر دير اللقاح، علاش؟ شنو السبب اللي خلاك تقول انك اول واحد؟ وانا اول مستهدف في هذه الكورونا هو انا في الحاله، واحد الحاله اللي هي شويه نقدر انا نكون انا اولا واحد الانسان ضعيف اصلا، وعلاش ما ندير انا هذا اللقاح انا الاول؟ علاش؟ علاش ما ندير انا اللقاح؟ انا هو الاول اللي خصني ندير هذا اللقاح هذا، والحمد لله بالتدابير وهذا الحمد لله اللهم لك الحمد كنمشي كندير لي كونترول ديالي الامور مزيانه. وإلا كان هذا اللقاح نكون انا هو السباق في ميدلت، وكنتمنى نكون انا هو السباق في ميدلت ان شاء الله الرحمن الرحيم. والحمد لله داك الشيء اللي تنقول راه على المسؤوليه ديالي، والحمد لله وشكرا لكم. اخ محمد، بان قرار الاغراق يعني جاء من امتي، واش كاين يعني ديجا انكم كما تنقولوا عندكم ريكلاماسيون او شنو؟ لا ما عمرو كان لقينا القرار واحد المطبوع يعني في الباب ديال المطعم. نعم، بالاسم ديال المطعم، وهذا الشيء باش جا قرار الاغلاق. حنا القرار ديال الاغلاق حنا اش نقول، كانت شي اخبار كتروج البارح بان كاين المطعم ديالنا، كنت يعني فاش كانت كتروج يعني راه خصني نسد المحل، فهمتي، خصني نسد المحل، ما عنديش انا، ما غاديش نحل وغادي تضيع واحد العدد ديال السلعه وغادي تلوح كلشي لا بوبيل، ما خصكش تحل، فهمتيني. عاده وحنا جوج مطاعم ما حليناش اليوم، نتوما راكم شفتوا هادشي، جوج مطاعم ما حليناش لان نظرا ما غاديش تلقى تلوح كلشي للزبال ولا شنو غادي دير له، فهمتي، تضيع كلشي. هذا هو الاشكال الكبير بزاف، الا انه نتمنوا هذا القرار. كما قلتي الاخ، ما كانت عندنا واحد الزياره ديال المسؤولين ديالنا فعلا عطاونا واحد الملاحظات ومزيانه، وقالوا لنا ان هذه الامور راه مزيانه، وشجعونا شنو خصك تدير شنو خصك تدير. الطاولات راه كنبقاو الصباح كنديروا فيهم علقه وفرشيطه، علاش؟ دو فرشيط واحد الموس، علاش؟ راه غير الاشهار، راه ماشي باش ياكل يهزهم بلا ما ياكل منهم. دوك راه كتحطهم غير باش الى جا الانسان كتعاود تهز داك الشيء وتعاود تمسح. كيف يعقل هذا المواطن يجي ويجلس في لاتيراس وغادي ياكل بدوك لي فرشيط اللي حطيتي؟ راه كتمسح له الطبله من جديد. والمعقم كما قلنا كيكون واحد هنا برا فوق الطاوله بيضاء، ومعقم ابيض، واحد في لاكيس ولي فاسك ديال الغسيل، يعني فاش كيغسلوا اليدين كاين عندنا جوج ديال لي ليكيد ديال الصابون، والفوق وكذلك جوج لي فاسك، جوج ديال سميتو في لي تواليت، ثلاثه لي سانيتير يعني بالمسائل ديالهم. وإلا كان شي خلل وكانت الحركه كثيره وما انتبهناش لشي حاجه، السيد العام راه تيتجاوزو والقلب ديالو كبير والحمد لله. شوف حنا الحاجه اللي تابعها الخدام راه لابد انه نخطئوا في شي حاجه ونتقادوا في شي حاجه، وغادي نقدروا نلحقوا حنا كخدامه، نقدروا نلحقوا الضرر بالباترون ديالنا ونقدروا نربحوه، باش غير بالطريقه باش كنخدموا. ربما الا كانوا عندنا غير الكليان نقدروا نغلطوا. والاخوان مشكورين على هذه الزياره اللي درتو، وهذه الزياره حتى نتوما المفاجئه
اللي في ساعه انتم نزلتوا كحضور ديالكم في الوقت المناسب. هذا هو الدور ديال الاخ محمد باش اننا نوصلوا الصوت ديال الناس ونعطيكم حتى نتوما فرصه يعني للتعبير يعني على 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 الموقف ديالكم وتوضحوا يعني للراي العام الملابسات ديال هذا ديال الاغلاق هذا، لان بزاف ديال علامات الاستفهام كتطرح من طرف الراي العام والمواطن علاش يعني كان تم الاغلاق يعني في وجائي ويعني اكثر من اربعه محلات يعني في وقت واحد. يعني داكشي باش جينا حتى حنا نستقيو الخبر ونعطيكم فرصه باش انكم توضحوا حتى نتوما يعني الموقف ديالكم من هذا القرار هذا. نعم الاخ الفضيل، حنا انا اللي قلت هو مساله باينه واضحه. في شارع واحد ما كتكملش بين مطعم ومطعم، ما كايناش بهم 200 متر، واحد المطعم بيننا وبينه 10 الامتار، واحد اخر انفاس ديالنا 15 متر. قرار كنظن قرار شويه قاصح ديال بعض المطاعم. لو كان اللي سدينا غير حنا غادي نتقبلوها، انا لو كان اللي سد غير هذا المطعم هذا سهله، يعني راه هاد الناس هادو بوحدهم ما دايرينش تدابير، فهمتي؟ ولكن بعض المطاعم وكنتسناو اللائحه عاوتاني اش غتقول عاود غدا، واش غتقول اش غتقول عاوتاني محلات اخرين، اش غادي يقولوا، اش غتقول زايده، اش غتقول الريش، اش غتقول، واش ما كنتحركوا حتى الكورونا؟ كنتحركوا يوميا وننظف يوميا وكل شيء يوميا، خصو يكون يوميا، وهذا الشيء كنتمناو خصو يكون عندنا هذا الشيء يوميا، وهذا الشيء الحمد لله هذا الشيء مزيان ودائما كنجددوا الاستعطاف ديالنا العامل صاحب الجلاله يشوف من الحاله ديالنا والحاله ديال العمال ديالنا. وراه حنا حاليا راه شدينا حاليا غير الناس المزوجين، واللي الحاله ديالهم كتبكي، لا من الناس العيال ديال الميناج ولا في الكوازنيه، وعندنا كوازني من مدينه فاس، وكيستغرب انه فاس ما فيهاش هاد المعايره هادو، وخدم في محلات راقيه وما فيهاش هاد المعايير اللي عندنا هنا. وكنتمنى وكنعاود نقول لسعاده العامل، كنتمناه يدير لنا شي زياره لهاد المحلات هادو، راه غادي نشرفوه ان شاء الله، غادي نشرفوه ان شاء الله وغادي نشرفوه. وشكرا. وغادي نعطيكم الاخ واحد ديال الاخوان ديالنا سي انتما اخواني معنا واحد من المستخدمين يعني ديال هذا المطعم اللي يعني تفاجأ بقرار الاغلاق، حتى هو فمه غادي يقول لكم يعني المعاناه ديالو هو كانسان مسؤول وعنده مسؤوليات في الدار. سي زهير السلام عليكم. السلام عليكم خويا توفيق، شكرا على هذه الاستضافه اللي صدفتونا. الرساله اللي بغيت توصل خويا، انا خدام في هذا ريستو ليسكال، ها هي كتشوف فيها، انا من سكان مدينه ميدالت. واحد الرساله اللي عندي للسيد العامل، يعني بدون سابق انذار سيد العامل، حنا ناس خدامين في هذا الريستو هذا، حنا كناكلوا الطرف ديال الخبز في هذا الريستو هذا، حنا ما يقارب دابا سنتين وحنا في هذا الريستو هذه، حنا انا سيد متزوج وعندي مسؤوليه وعندي وليدات وكاري، جيتي انت سديتي لنا بدون سابق انذار سيد العامل، حنا قرار كنحترموه ديالك انت سيد العامل، ولكن عطينا واحد سابق انذار باش على الاقل الواحد كما كيقول يضرب حسابه. انا ما ضاربش حسابي، انا هذا دابا راه الشهر عندي 850 درهم ديال الكره خصني نخلصها، زيد عليها الضو مني من مورا الكونفينمون ما كاين غير 7000 8000 كتشير، ما عمرنا هضرنا على هذا الشيء السيد العامل، ما عمرنا خرجنا بشي هضره، كنقولوا اللهم لك الحمد. كيقول لك الواحد قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، ولكن السيد العامل باش تجي وتسدنا حنا فين كناكلوا الطرف ديال الخبز، راه تقاسينا بزاف وتادينا، فين غادي نمشيو؟ دابا اي واحد المخير هنا، كنعرف بزاف ديال الناس هنا صحابي خدامين سربايا، كلهم تأزموا كلشي تأزم. انا دابا حاليا كنخدم نهار وكنجلس نهار السيد العام بسبب القرار اللي خرجته ديال الاغلاق مع 8 د الليل. ناضوا ناس مسؤولين وربابرات العمل اللي ناضوا استعطفوا باش رديتوها لنا التسعود بسبب هذا القرار هذا اللي قلتوا باش غادي تبقاو تسدوا في التسعود. انا كنت كنخدم الشهر كامل دابا تنقص ليا السيد الرئيس نص ديال الشهر، وليت كنخدم النهار والصديق معايا في الخدمه كيخدم النهار، وداك النهار اللي كنجلسوا السيد العامل فين كنمشي؟ اشنو كناكل؟ راه كناكل داكشي اللي كيجيب الله هنا بورفوار، كيجيب الله مره 40 درهم مره 50 درهم، الواحد كيمشي كيشري ديسير كيشري خضيره، عنده وليدات عنده مسؤوليه. اليوم جيتو سديتو، انا دابا اليوم باشنو غادي نصرف؟ اشنو غادي ناكل؟ راه ولينا السيد العامل السيمانه المزهره ولات عندنا عدس، ولات عندنا غير حمص، راه ما بقيناش كناكلوا مزيان، ما بقيناش عايشين. حنا كنحترموا القانون ديالك، كنحترموا كديروا التدابير، إيه حنا ما بغيناش هذا الوباء، هذا الوباء ضرنا حنا الاولين قبل ما يضركم نتوما.
حيت علاش كما كان الحال حنا عندنا صالير محدود محدود السيد العام. علاش كان شي كنخدموا النهار كومبلي نهار كامل كيجيب الله الواحد واحد 70 درهم واحد 50 درهم 40 درهم كتقول اللهم لك الحمد يعني داك البركه اللي كنصوروا في النهار كناكلوها لا غت ليه. ولكن بهذا القرار هذا اللي سديتينا احنا دابا 3 ايام ولا 4 ايام شوف انت السيد العامل القرار اللي غادي تشوف من حالنا واش تفتح لينا غدا واش تفتح لينا بعد غدا واش السيمانه حنا راه مضرورين راه غير نهار شتي هذا النهار هذا اللي سدينا فيه اللجنه اللي قررت راني مضرور بلاتي انا راني مضرور كنهضر شخصيا انا راني مضرور عاد مضرور مول المحل عاد مضرورين بزاف ديال الناس غدا غادي يجي الدري صاحبي غادي يخدم غادي يلقى المحل ساد وهو سابقني في جواج وعنده وليد صغير راه مضرور سيد العام انا دابا ما غنخدمش غدا وما غنخدمش بعد غدا وما غنخدمش بعد بعد شوف انت القرار ديالك السيد العام حنا كنحترموه ولكن على الاقل عطينا سابقين دار واحد 3 ايام ولا 4 ايام شوفوا هاد الناس راه غادي نسد راه الريستو ديالكم ما نحترمش التدابير على راسنا وعينينا اي تدابير قلتوها حنا غادي نديروها مسافه الامان حنا راه دايرينها حدا الكراسه وهذا راه تقريبا 50 كرسي راه حنا حاطينها غير في لاطيراس الفوق راه كياكل فيها غير الندى كنقولوا ماشي مشكل كنقولوا ماشي مشكل كيجيو ناس مسؤولين مسؤولين كياكلوا عندنا كيقول لك هذا الشيء الله يعطيكم الصحه بشهاده ديال الغير كاينين الناس كنعرفوهم هنا كيجيو كياكلوا كيشوفوا كل شيء قلتوا ما محترمينش شي حوايج ماشي مشكل السيد العام على الراس وعلى العين ولكن عطيونا واحد سابق انذار عطيونا عافاك كيديروا كما كيديروا الناس كما كيديروا المدن كيجي كيقول لهم راه عندكم الاغلاق النهار الفلان الفلاني على الاقل حنا ديك الساعه كنديروا واحد الحاجه في جيبنا حنايا دابا في مدينه ميدلت عندك مدينه الرشيديه عندك ارفود عندك الريصاني عندك تينغير عندك ازرو عندك بزاف ديال المدن عندي كنعرفهم ما كيسدوا حتى ل 11 الليل 12 الليل ال 11 ل 10 ونص هذه هي المينيمو باش كيسدوا علاش هنايا بالضبط كنسدوا مع التسعود السيد العام هادشي هادشي اللي كدير راه ما عرفتش ما نقولك السيد العام هادشي راه ماشي في المستوى واحتراماتي لكم واحتراماتي للناس المسؤولين حنا كنطلبوا واحد الاستعطاف علاش هادشي يتسد ما درنا حتى شي حاجه اللي غادي تسد لينا هادشي عندنا التدابير عندنا ليجيل ديال عندنا ليجيل داك المعقم عندنا لي ليغون عندنا الكميم كل نهار كنجيو كنبدلو كمامه كل نهار الكمامه اللي خدمنا بها ما كنعاودوش نخدمها بها غدا عندنا طابليات عندنا صابوات عندنا كلشي ورغم ذلك سديتي كنقولوا حنا درتي لنا الاغلاق ماشي مشكل على الراس والعين نديرو نزيدو في التدابير الوقائيه ولكن على الاقل كنتو تعلمونا السيد العامل والناس المسؤولين كنتو تعلمونا تقولوا لنا ودي راه هذوك راه ما عندكمش التدابير غادي نسدو لكم باش حتى حنايا نضربوا حسابنا كنت غادي نصرف 50 درهم غادي نصرف غير 20 درهم غادي نعرف نشيط الغدا دابا خليتونا هكاك فين غادي نمشيو انا النهار كامل وانا كندور ما بقيتش عارف فين نمشي دارت بيا الدنيا السيد العام ومع احتراماتي لكم وشكرا وشكرا الاخ توفيق وكنتمنى هذه الرساله ديالي توصل للناس المسؤولين ويجيو يشوفوا هذا الشيء راه ما خدامش يعني انتم اخواني على المباشر سمعتوا يعني باللسان يعني الناس المتضررين يعني من قرار الاغلاق اللي ها هو داك تشوفوا معايا على الصوره انه كيجهد القرار هذا يعني امبريمي مطبوع بالنسبه يعني لهاد المحلات اللي جهد القرار هذا اللي هي 4 تقريبا في مكان واحد وما كيفصلش بيناتهم يعني واحد الميتراج كبيره ولا مسافه كبيره انتم سمعتوا يعني باللسان ديال 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 الناس يعني اللي متضررين من هذا القرار هذا وصلوا لكم الرساله والمعاناه ديالهم ووضحوا للراي العام ونوروا يعني الراي العام بزاف ديال المعلومات يعني حول هذا القرار هذا وكنتمناو ان شاء الله انه يترفع عنا هذا الوباء وتكون ان شاء الله شي حلول مرضيه للجميع ان شاء الله وترجع الحياه لمجراها الطبيعي شكرا لكم متتبعي قناه شوف تيفي على المتابعه ديالكم لهذا المباشر هذا والى مباشر اخر